صباح الخير نرمين. يسعد لي صباحك سلمى. يسعد صباحك، كيفك اليوم؟ انا كثير منيحه، وانت كيف الجو؟ حلو، في برودات بس الشمس هيك بتكسر، يعني بمجرد انت شايفه الشمس بتحسي في طاقه حلوه بتطلع. عن جد في طاقه حلوه، ان شاء الله يا رب هذا النهار كلياته يكون هيك يبدا بالطاقه والتوفيق لكل يلي عم بيتابعونا. طبعا احنا هلا عطله عند البعض وامتحانات لسه عند البعض الاخر من الطلاب، نتمنى لهم التوفيق اكيد وين ما كانوا. واكيد مشاهدينا رح يكون معنا محطات عديده متنوعه ضمن صباحاتنا رح نفصلها مع ضيوفنا الاختصاصيين. صحيح سلمى، صباح الخير عن جديد إليك، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يوم جديد ونهار جديد إن شاء الله يا رب يكون حامل معه كل الخير والرزق وراحة البال لكل الناس. اليوم آخر يوم بالأسبوع وفايتين على عطلة، مثل ما قالت سلمى في بعض الأشخاص عندهم عطلة وهنون الطلاب المدارس أسبوع وبتنتهي العطلة الانتصافية، إن شاء الله يا رب هيك تقضوا فيها أوقات حلوة. ضيوفنا لليوم وفقراتنا من مجالات مختلفة، بنبلش نتعرف عليهم تباعا، ولكن خلونا نروح لأغنية فاصل وبنرجع. نبي مثل العادة رح نروح بجولة على أبرز الأخبار والأحداث اللي مرقت بمثل هاليوم وسجلت بذاكرة الأيام بالتقرير التالي. اليوم 19 كانون الثاني، هاليوم شهد على كثير من الأحداث اللي كانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من العام 1792 مجلس الأمة الفرنسي المنبثق عن الثورة الفرنسية يحكم بإعدام الملك لويس السادس عشر وعائلته بتهمة الخيانة العظمى. وبعام 1883 توماس أديسون يضع أول نظام إضاءة كهربائي في الخدمة. بعام 1915 مناطيد زبلن الألمانية تقصف مدينة يارموث بالمملكة المتحدة وتقتل 20 شخصاً، وهو أول قصف جوي في التاريخ وذلك خلال الحرب العالمية الأولى. وبمثل هاليوم من العام 1919 بداية أعمال مؤتمر فيرساي الذي أنهى الحرب العالمية الأولى. وبعام 1977 تساقط الثلوج لأول مرة فوق مدينة ميامي في فلوريدا، وهي المرة الوحيدة المسجلة في التاريخ. بعام 2007 اغتيال الصحفي التركي هران دينك أمام مقر صحيفته لمطالبته الدائمة بإدانة الإبادة الجماعية للأرمن من قبل العثمانيين. من أبرز الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1736 جيمس وات مهندس اسكتلندي. بعام 1912 ليوني كانوتروفيتش اقتصادي روسي حاصل على جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية عام 1975. أما أبرز الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 2002 يحيى العلمي مخرج مصري. سلمى، مثل ما بنعرف انه اللعب هو متعة للطفل، ولكن هو ايضا وسيلة لتطوير مهاراته وقدراته وتفاعله مع المحيط، كيف هالشيء بنتابعه ضمن التقرير التالي. يعد اللعب للأطفال عنصرا اساسيا للتطور الاجتماعي والعاطفي والإدراكي، ويجعل الإنسان اكثر ذكاء وقدرة على التكيف واقل توتر، فهو وسيلة من وسائل التسلية والترفيه، وفي نفس الوقت يحمل أهمية كبيرة لنمو وتطور الطفل بشكل صحي وطبيعي من خلال تطوير التواصل الحسي والحركي وتعزيز الترابط بين الطفل والأهل والبيئة المحيطة. فمعظم علماء النفس يتفقون على أن اللعب له فوائد تستمر حتى الكبر، وأثبتت الدراسات العلمية أن هناك عدة جوانب لتأثير اللعب الصحي على الأطفال وتطوير مهارات التواصل الفعال وتعلم التعاون والمشاركة وبعض المهارات الحياتية المهمة مثل مهارة حل المشكلات. واللعب يعزز ويقوي مناعة الطفل خاصة عند اللعب في الأماكن المفتوحة، فقد أظهرت الدراسات الحديثة على أن اللعب يؤدي إلى تطوير المهارات الاجتماعية وبناء الشخصية من خلال المشاركة والاكتشاف والاعتماد على النفس وتنمية القدرات القيادية وحل المشاكل وكيفية التعامل مع الآخرين، مما يشجع على بناء شخصية قوية مستقلة، بالإضافة إلى تكوين صداقات واكتساب مهارات اجتماعية مهمة مثل الانتظار والمشاركة والاعتماد على الذات.
ويحصل الطفل على معلومات مفيدة بشكل مرح من خلال اللعب. كما أن اللعب لدى الأطفال في الخارج يعزز الإبداع لديهم بشكل كبير جداً، ويساعد على تحفيز الخيال وتنشيط الابتكار والإبداع بشكل إيجابي وفعال، ويتفاعل الأطفال مع العديد من العناصر والأشياء مما يعزز الإبداع لديهم، ويشجع على التواصل مع غيرهم من الأطفال بدون خوف أو خجل من خلال الألعاب الجماعية التي تتيح لهم فرصة لقاء أطفال آخرين وتكوين صداقات. ولعب الأطفال في الخارج بالحدائق وفي ساحات اللعب يساعد أيضاً على اكتشاف ألعاب جديدة واتقان مهارات حركية مهمة، كما أنه يشجع على تخطي العقبات والتمسك بروح المغامرة ويزيد من ثقة الطفل بقدراته على الاكتشاف والتجربة. وتخصيص وقت للأهل للعب مع أطفالهم بشكل يومي يعد من أهم العوامل التي تؤثر على شخصية الطفل وتكوينها وتقوية العلاقة بين الآباء والأبناء بعيداً عن ضغوطات الحياة اليومية. وصلنا لأولى محطاتنا نرمين، واليوم رح نحكي عن الطفل. رح نبقى بنفس عالم الطفل، ولكن هالمرة رح نحكي عن مشاكل ممكن يتعرض لها الأطفال من الجلوس فترات طويلة طبعاً أمام شاشة التلفاز أو حتى على الأجهزة الإلكترونية لساعات طويلة. مشاكل كتير بتخلق، يمكن أولا ضعف التركيز والتشتت في أطفال. صحيح. بيصير عندهم شوية عصبية، عناد، بيصير ما بيتحاكوا أحياناً وغيرها من المشاكل. صحيح سلمى، أيضاً من المشاكل أنه تأخر بالكتابة والقراءة. كتير دراسات اليوم عم تقول أنه الجلوس لساعات طويلة أمام التلفاز ممكن يكون له علاقة بالتوحد. لنعرف أكثر عن هذا الموضوع ومزيدة من التفاصيل بيسعدنا أكيد نرحب بالاستديو بنور زيدان، وهي اختصاصية علاج نطق عند الأطفال. يسعد صباحك. صباحاً وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. اليوم رح نبلش نحكي هيك شوي عن التوحد وعلاقته بمشاكل سلوكية إذا فينا نقول. طبعا. هل فعلا ممكن الإدمان على الأجهزة إن كان أجهزة التلفاز أو حتى الموبايل ممكن تعمل توحد عند الأطفال أو هو له أسباب منفصلة؟ هلا الحقيقة لا التلفزيون ولا أي سبب بيئي تاني ممكن يؤدي لأنه يخلي طفل يصير عنده توحد. هي لازم نتفق عليها، لأنه كتير من الأهالي بيخافوا من هذا الموضوع، بيغلطوا بهذا الشيء. تمام، أنه إذا خلينا الطفل قدام شاشة التلفزيون يا ترى أنه هذا السبب الرئيسي أنه يخلي طفل يصير عنده توحد؟ أكيد لا، لأنه التوحد هو اضطراب نمائي يولد مع الطفل وينمو معه. بس الدراسة اللي عملت ضجة بهذا المجال انه شاشه التلفزيون واجهزه الموبايل ممكن تخلي الطفل يصير عنده تاخر باللغه، فمنعوا، قالوا انه ممنوع التلفزيون ممنوع اجهزه الموبايل، فالناس اخذت هاي الجمله ونسيت توصيات الدراسه. توصيات الدراسه مو انه بتقول مثلا ما نخلي الطفل مثلا يقعد قدام امام شاشه التلفزيون او نعطيه موبايل، لا ابدا مو هيك، ولكن من عمر الصفر لسنتين هي ممنوع منعا باتا انه طفل يمسك موبايل او نخليه فتره طويله قدام شاشه التلفزيون، لانه مثل ما ذكرتي من صفر لعمر السنتين ممكن يصير في عنده نقص بالانتباه، لانه مثل ما بنشوف انه برامج الاطفال دائما هي عباره عن صور متحركه دائما قدام الطفل، يعني ما بتخلي الطفل دائما انه يركز على شيء معين، لهيك منعه من صفر لسنتين ممنوع منعا باتا. ولكن من عمر السنتين لثلاث سنوات عادي جدا انه طفل يحضر مو بانه تلفزيون او نحن بنسكه اجهزه موبايل، بالعكس لازم بهذا العمر، ولكن على تطبيقات معينه وموجهه من قبل الاهل. طيب خلينا اكثر نفوت بموضوع التوحد ونميز اليوم بين الطفل يلي او الام كيف ممكن تميز بين الطفل الطبيعي والطفل اللي بيعاني من التوحد. تمام، هلا في عده سمات بتميز طيف التوحد عن الطفل العادي، بتتمحور حول ثلاث نقاط اساسيه لازم تكون موجوده عند طيف التوحد، اللي هي اول شيء بتصير عنده مشاكل بالتواصل الاجتماعي، مشاكل باللغه، بتؤدي لظهور سلوكيات نمطية عند الطفل بتتكرر بشكل واضح عند الطفل. رح نبلش أول شيء بهي السلوكيات النمطية شو هي. منلاقي طفل التوحد بيكون عنده رفرفة بالإيدين، بيصير بيعمل هيك بشكل متكرر وكل يوم كل يوم. بيكون عنده بيمشي على رؤوس الأصابع، بيصير عنده حركات بيحرك الإيد أمام العين، بيصير عنده مرحلة من العض الذاتي بيأذي حاله، نوبات من الضحك والبكاء المفاجئ او من دون سبب. هي كلياتها نحن ممكن تكون سلوكيات بتميز الطفل الطبيعي عن طيف التوحد.
طيب اليوم يعني صار في عنا خيارات متعددة، وخصوصا من لما دخل هيك شوي خلينا نقول التعليم التفاعلي والأنشطة التفاعلية بعلاج إن كان تأخر النطق عند الأطفال أو حتى التوحد، كيف بتبلشوا خطة العلاج شوي شوي مع أطفال التوحد واللي عندهم أصلا تأخر بالنطق؟ تمام. هلا اول شيء نحن بنبلش بمرحله التشخيص، مثل ما حكينا اول شيء بنخلي الطفل مثلا نحن بغرفه معينه بغرفه لعب، بنخلي نحن الملاحظه الدقيقه للطفل، بنلاحظ الاعراض شو هي اللي عند الطفل لانه بتتميز من بتختلف من طفل لاخر. ايضا نحن بنوجه اسئله دقيقه للاهالي، بنحاول نحن نسالهم اسئله دقيقه انه شو كيف مثلا الطفل بيتعرض بالبيت، كيف بيتصرف، شو هي الملاحظات اللي انتم ملاحظينها على الطفل. ايضا تقييم الطبيب كثير مهم خصوصا الاطباء النفسيين بهذا المجال. بعدين نحن بننتقل لمرحله العلاج اللي ممكن هي تكون نحن علاج سلوكي من خلال تحليل سلوك التطبيق ABA اللي نحن من خلاله مثلا بنحسن انه نغير او نعدل او نطور اي سلوك نحن بدنا اياه عند الطفل، خصوصا اذا كان سلوك عدواني. كمان في عندنا نحن العلاج النطق، بنلجا لعلاج النطق مشان اذا في طفل مثلا عنده تاخر باللغه، بنلاحظ انه اطفال التوحد هو اما بيكون ناطق او بيكون غير ناطق، لهيك نحن بنواجه صعوبه بهذا الموضوع. ايضا علاج باللعب هو كثير وسيله مهمه انه نساعد طفل طيف التوحد على التفاعل الاجتماعي وزياده المهارات عنده. كونه عم نحكي احنا عن موضوع العلاج، في سؤال دائما بيتبادر للذهن، هل طفل التوحد ممكن يشفى تماما ولا لا؟ هي حاله دائمه بدها تكون نحن ممكن من خلال العلاج نقدر نسيطر عليها. هلا هذا بيرجع للتدخل المبكر عند الطفل، وأمة الام لاحظت هذا الموضوع، لهيك نحن من دائما بنقول للاهالي انه التدخل المبكر هو اهم وسيله لانه نحن نتخطى شدة طيف التوحد عند الطفل، ولكن الأعراض تستمر مدى الحياة، يعني لا يشفى شفاء تام، لا تستمر مدى الحياة. طيب اليوم صرنا عم نشوف في كتير وسائل وأدوات جديدة حقيقة عم بتساعد الأهالي لحتى يقدروا يتعاملوا مع الأطفال، ويمكن عم بتساعدهم كمان إنه ينتبهوا. يعني اليوم صار في شوي إنه عم ينتبهوا إنه من لما عم نحكي مثلا انه حركه العيون وما الى ذلك، هدول مثل ما بيقولوا الاعراض الاوليه لحتى الواحد يعرف انه الطفل مصاب بالتوحد. هل في شيء جديد طرا اليوم بعد دخول التكنولوجيا؟ في اعراض جديده صرنا نقول لا هذا الطفل من جلوسه مثل ما قلتي على الاجهزه هذا الاعراض جديد لانه بيتعامل مع اجهزه الكمبيوتر مثلا او الايباد او غيره؟ لا كل الاعراض تتمحور، كل نحن لازم هي الملاحظه الدقيقه اهم شيء، لازم تشتت تماما. هلا من عمر 6 شهور بتبلش نحن الاعراض تظهر على الطفل، فهون المسؤوليه الكامله بتقع على الام. فلازم تكون دائما موجهه انتباهها على الطفل. اذا مثلا الطفل ما عنده تواصل بصري بينه وبين امه هذا الشيء مؤشر، إذا مثلاً لما خلق الطفل ما في صرخة ولادي أو تأخر بصرخة الولادي كمان هذا مؤشر إنه طفل يكون عنده طيف توحد. إذا ما كان عنده تواصل اجتماعي نحن بنلاحظ إنه طفل طيف التوحد دائماً منعزل، دائماً بيحب يلعب لحاله، دائماً مثلاً بينه وبين أمه ما في عناء، مثلاً ما بيتجنب هذا الموضوع. بنلاحظ إنه مثلاً طفل بيميل إنه يخلي أمه تحمله. طيف التوحد لا أبداً، يعني دائماً منعزل، دائماً ما بدي إياك تلقيني، مثلاً بعدي عني. هذا الموضوع كلياته الام لازم نحن تلاحظه. في دائما امهات بيجوا مثلا على المركز بعمر الطفل 4-5 سنين، هذا الشيء كثير غلط لانه بيكون طفل التوحد واصل لشدته. فالمسؤوليه من عمر 6 شهور لعمر السنه 2، لازم الام اكيد تلاحظ كل اعراض طيف التوحد عند الطفل. نور من خلال حديثك كثير مهم اليوم متابعه الاهل، ونحن لنقدر نرصد هاي الحاله لازم نلاحظ هي الاعراض، ولكن خلينا نسالك شو بيكون عم يحس طفل التوحد؟ شو المشاعر اللي عم بيحس فيها؟ يمكن فهم شو عم بيحس او شو شايف او كيف عم يترجم تصرفاتنا بيساعدنا اكثر لنتعامل معه. تمام. هلا طفل طيف التوحد لما بيبكي دائما بيعمل نوبات بكاء شديده او غضب. نحن ما فينا نحس بهذا الشيء، ولا الام فيها تعرف انه انا ليش ابني عم يبكي بهذا الوقت، بس لكن بينه وبين حاله بالنهايه هو انسان طبيعي، هو انسان بالنهايه، يعني لازم الام انه تعرف او تحس بابنه. يعني اكيد لما يبكي هو ما راح يبكي انه من دون سبب، اكيد مثلا في شيء زعجه، ممكن يكون سبب عضوي، ممكن يكون الجو اللي هو فيه ما انه مرتاح فيه، فهي الحاله النفسيه لازم هي الام تلاحظها.
لهيك لما الطفل مثلا بيحس بالغضب بيبكي في الجو اللي حواليه ما بيكون هو مرتاح فيه. طيب دور التعليم بهذا الموضوع، يعني في كتير ناس بتخبي أولادها للأسف لهلأ ما بترضى أساساً تقبل بالمشكلة، بتقول لا هو ما فيه شيء هو تمام. عادي وهلأ رح يصير منيح. هذا الشيء قد بيأخر بالعلاج أو فرصة أنه الطفل ممكن يلحق أصدقائه بنفس العمر؟ هلا الأهل دائماً بيكون عندهم حالة من الإنكار وعدم التصديق أنه أنا ابني عنده طيف توحد. أول شيء بيكون في خجل من المجتمع، ثاني شيء بيخافوا من هذا الموضوع، لهيك بيضلوا يخبوا أو يداروا لحتى المشكلة تتفاقم عند الطفل. هذا الشيء كتير غلط، ما لازم أبداً الأهالي يسكتوا عن هذا الموضوع. متى ما لاحظوا حتى إن شاء الله يكون عرض أو عرضين عند الطفل لازم فوراً يتوجهوا لطبيب أو حدا مختص بهذا الموضوع. في كتير برامج تعليمية بتساعد الطفل إنه هو يتخطى هذا الموضوع حتى إذا كان تدخل مبكر، لكن إحنا بننصح الأهالي إنه دائماً تدخلوا بهذا الموضوع حتى من عمر السن، من عمر السنتين نحن بنوجهكم مثلاً على برامج تعليمية، على إنه طرق سلوكية ممكن تتبعوها مع ابنكم، ممكن يتفادى على القليل بتأخر النطق أو بتتفاقم، إنه إحنا بنقلل من السلوكيات العدوانية عند الطفل. كتير جمعيات اليوم ومؤسسات عم تعنى بموضوع دمج الطفل بالمجتمع، خلينا نحكي عن أهمية هاي الخطوة وخطورتها، إمتى بتكون تتحول لشيء خطير ممكن تنعكس يمكن سلبياً على حالة الطفل؟ هلأ الدمج كتير مهم لطيف التوحد، ولكن إذا كان مشتغل على الطفل شغل كتير تمام. ما فيكي انت مثلا تجيب الطفل مانك مشتغل عليه لا سلوكيا لا نطق، مانك معدل شيء ابدا من سلوك، وبعدين تدمجيه مع طفل طبيعي تمام. هذا الشيء كثير بياثر. يعني احنا مثلا اذا اجى لعنا طيف توحد بالمركز بنشتغل على العلاج السلوكي عند الطفل لحتى نحس انه هو قادر يندمج مع اطفال طبيعيين، فنحن بندمجه. طبعا الدمج كثير مهم حتى بس يتواصل مع الاطفال الطبيعيين ويحس انه في حواليه مجموعه من الاطفال. طيب اليوم نحن عم نحكي دائما ونقول واجب الاهل واجب الاهل، هل في دورات ممكن يخضعوا لها؟ ممكن في كورسات هن كمان يتدربوا فيها مع الطفل لحتى تقدر الام تتمكن؟ لانه مو كل كمان الاهل بنفس درجه الوعي بالتعامل، مو كل الاهل ممكن يعرفوا انه مثلا تصرف صغير ممارسات معينه ممكن تؤدي لتفاقم الحاله بدل ما انه تؤدي لسرعه بالشفاء. صح معك حق. هلا اكيد في دورات تدريبيه بمراكز التربيه الخاصه، الدورات اللي لازم تتبع الام وبنصح فيها هي دورات العلاج السلوكي، لانه الطفل مثلا بضل بمركز ساعه ساعتين ولكن كل وقته هو مع امه. صحيح. لهيك الام لما مشان تعرف كيف تتصرف سلوكيا معه لازم تخضع لدوره بالعلاج السلوكي باي مركز تربيه خاصه. هذا الشيء كثير بيفيدك كيف تتعامل مع الطفل وكيف تتدارك المشاكل الخاطئه. نور خلينا نحكي هيك بالوقت المتبقي عن نصائح ممكن نحن نوجهها لكل الاهل بالتعامل مع طفل التوحد، او اي نقطه بتحبي تذكريها بهذا الموضوع ونحن ما ضوينا عليها. هلا اول شيء بالنسبه للنصائح هي التقبل، لازم الام تتقبل انه ابنها عنده مشكله طيف توحد، لانه اذا ما تقبلت هي لا فينا نحن نساعدها ولا الطفل في ساعد حاله. يعني تخلي ام انا متقبله طفله هذا الشيء هي اكبر مشكله. شو الحالات الرفض اللي مرت عليكم بالمركز؟ يعني مثلا بيجي عندي طفل ممكن نحن بنحط له ملاحظه دقيقه بنقول لها للام انه شو هي السمات التوحد عند الطفل، فورا لا انا ابني ما فيه توحد، انا ابني ما عنده طيف توحد. لا انا ابني مثلا عنده نقص بالانتباه، عنده تاخر باللغه، بس ابدا ما عنده طيف توحد. طب شو هي اللي كان اللي عنده؟ يعني اذا ما عنده طيف توحد شو المشكله اللي كان اللي عنده؟ هون نحن بقى بدنا نقنع الاهالي بالسمات الواضحه على طفله. نحن ممكن ندخلها معنا على غرفه اللعب، انه شوفي ابنك في عنده هاي السمه، هاي السمه طيف التوحد، بدنا نحن نبسط لها المشكله، بدنا نحن نعالج الحاله النفسيه اللي عندها لحتى نوصل نحن لمرحله التقبل لحتى هي تقدر تساعد ابنها. لانه مثل ما قلنا دائما اذا ضل رفض من ناحيه الاهل فنحن ما فينا ابدا نساعد الام ولا نساعد الطفل لانه ما رح تتجاوب معنا بالعلاج. لهيك انا بنصح انه مثل ما حكينا التقبل، متى ما تقبلت ابنها هون بقى ببلش هي تساعد الطفل اكثر ما نحن نساعده. لانه بالبيت بنكون نحن عاطينا كذا انشطه، هي تدربه على اللعب، دائما الام لازم تكون موجوده مع طفله تحاكي، ما لازم ابدا تتركه مع انه لحاله ابدا، تفوتوا معه وين ما كان، ان شاء الله على المطبخ هي عم تشتغل لازم تضل تحاكي، لازم تدربه على التواصل البصري.
لا تعطي ابنك مثلا اي غرض بده اياه ان شاء الله بالاشاره. الطفل دائما تفتح وحده بالاشاره، مثلا اذا بده يشرب بأشرع كاسة المي انت ابدا لا تستجابي لهذا الموضوع، خصوصا اذا كان طفل ناطق ببعض الكلمات. لهيك انت لازم مثلا تعوديه انه هو يتواصل معك بصرين، حتى لو بكي حتى لو غضب، لا تعطي اي غرض بسهوله. لازم تدربيه على التفاعل الاجتماعي، مثل ما قلنا تجيبي طفل تقعديه معه. لازم اي سلوكيات نمطيه تشغليه عنها، مثل ما حكينا اذا كان في رفرفه بالايدين، اذا كان في دوران الطفل حول نفسه، اذا كان بيمشي على رؤوس الاصابع، هي كلها انت مثل ما شفت ابنك عم يعملها تدارك الموضوع وشغليه بشيء ثاني. دائما نحن هيك بنقول هاي النصائح كثير مهمه، بس المهم انه نشتغل التنفيذ هاي هي المهم انه نشتغل فيها وننفذها. قبل ما نختم بدي اخذ هيك منك كلمه لكمان الاهل اللي عندهم اخوه تانين، يعني عندهم ابناء تانين مو بس طفل واحد، وهون بيصير بيهمله او بيصير في تمييز عن كمان هاي النقطه جدا مهمه. هلا بالنسبه للاهالي اللي بيكون عندهم طفل طيف توحد وطفل طبيعي، بيصير مثل ما حكينا في تمييز، انه بيلجأوا للطفل الطبيعي اكثر. هذا الشيء كثير غلط. اذا انت بدك تساعدي ابنك لازم تعطي كل اهتمامك لطفل طيف التوحد. حتى لو ضليتي 24 ساعه معه واهملتي الطفل الطبيعي، هو ابدا ما راح تهمليه، بالعكس تدمجيه مع اخوه. علميه كيف يلعب معه، علميه كيف يحكي معه. بالعكس الام الذكيه هي اللي بتعرف كيف تدمج طفلها الطبيعي مع طفل طيف التوحد. ولكن اذا كان في تمييز ابدا انت ما رح تساعدي ابنك، بالعكس رح تشوفي بعد سنه او كم شهر انه ابنك خلاص غرق بطيف التوحد. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا نور زيدان، اختصاصيه علاج نطق عند الاطفال. شكرا كثير لكم المعلومات اللي قدمتي لنا اياها حبيبه قلبي. شكرا كثير لكم. شكرا لك لوجودك معنا. تسلمي لي. شكرا. أما هلأ سلمى صار الوقت لنروح لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين. صباح الخير سلمى. مشاهدينا موجز لي أهم الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. قضت وحدات من الجيش العربي السوري على عدد من الإرهابيين خلال تصديها لهجوم إرهابي من اتجاه البرة كان صرفة باتجاه معرة موحص البريج بريف إدلب الجنوبي على نقاط عسكرية في المنطقة. وقالت وزارة الدفاع في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك إن قواتنا المسلحة الباسلة تصدت صباح اليوم بكل بطولة لهجوم كثيف شنته المجموعات الإرهابية في ريف إدلب الجنوبي باتجاه البرة كان صفرة باتجاه معرة موحص البريج، مستغلة حالة الطقس الضبابية بعد رمايات مكثفة بالأسلحة الثقيلة على نقاط قواتنا في تلك المنطقة. وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم الإرهابي امتد لساعات نتج عنه تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في العتاد والأفراد ووقوع 12 إرهابيا بين قتيل ومصاب، مبينة أنه تم سحب بعض الجثث من بينها متزعم الإرهابيين، إضافة إلى مصادرة بعض الأسلحة. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد اعتداءاته على الأراضي السورية وبحق الشعب الفلسطيني، ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة. السفير صباغ أكد خلال جلسة لمجلس الأمن أن جرائم الاحتلال بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل ما كانت لتستمر لولا الحصانة من المسؤولية والإفلات من العقاب. وأضاف صباغ أنه في بيان أن بيان وفد الاتحاد الأوروبي تجاهل انتهاكات إسرائيل في الجولان السوري المحتل واعتداءاته المستمرة على الأراضي السورية ويمثل قمة النفاق السياسي، ودعا مجلس الأمن إلى التخلي عن صمته وتحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. استشهد يمنيان وأصيب 7 آخرون بنيران قوات العدوان السعودية في المنطقة الحدودية بصعدة. مصدر محلي في صعدة أوضح أن المواطن محمد علي محمد من أبناء محافظة المحويت استشهد بقصف مدفعي للعدوان السعودي استهدف منطقة آل الشيخ، كما أصيب 3 من المهاجرين الأفارقة في منطقة عفرت بمديرية منبه. ووفقا للمصدر وصل إلى مستشفى الطلح العام جريحان من المهاجرين الأفارقة، فيما استشهد مواطن وأصيب آخران في قصف العدوان السعودي
الصحي على مديرية شدة الحدودية، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات منبه وزارح وطلح. وفي خبرنا الأخير، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة سول الواقع قرب سيولودار المحررة الأسبوع الماضي، فيما أعلنت أن القوات الروسية قتلت أكثر من 300 جندي للقوات الأوكرانية على 4 محاور قتال أساسية في دونباس خلال يوم واحد. وجاء في بيان الوزارة الذي تلاها المتحدث الرسمي باسمها اللواء إيغور كونوشينكوف أن متطوعي الوحدات الهجومية بدعم ناري من الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية قاموا تحرير بلدة سول في أراضي جمهورية دانيتسك الشعبية. ختام الموجز، والآن عودة إليك نرمين. شكرا إليك شيرين، وأكيد مكفعين بباقي فقرات صباحنا غير، ووصلنا لمحطة كثير مميزة بصباحاتنا. سلمى، دائما بنركز على السيدات السوريات، وخصوصا السيدات اللي بيكون عندهم موهبة وبيحبوا دائما يبلشوا مشروعهم الخاص. صحيح نرمين، واليوم رح نحكي عن سيدة من السيدات بادرت إلى إتقان العمل اليدوي، وكان لها مبادرات كثير، ومؤخرا اشتركت ضمن سوق ضيعتنا بطرطوس، طبعا بمجال العمل اليدوي. رح نتعرف أكثر على مشروعها وعلى بداياتها ونتعرف أكثر عليها. معنا اليوم بالاستوديو ضيفتنا بنان عيزوقي، وهي حرفية وصاحبة فكرة سوق ضيعتنا. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباحك وأهلا وسهلا فيك. كيف طرطوس؟ الحمد لله تمام. طيب خلينا نحكي اليوم من سوق ضيعتنا، الفكرة أيمت بلشت وكيف بلشت؟ الفكرة بلشت من بداية وباء كورونا طبعا إلى 4 سنين. نحن فترتنا بالضيعة، نحن كوني أنا بنت ريف، يعني نحن بالضيعة وصلنا ل يعني مثلا لفقر، ولا ما في العالم وقت تطلع من برا البيت، ووقتها نبهوا كثير عن بالنسبه للمعلبات بالسوبر ماركت انه ما بصير الواحد يستخدمها. طبعا انا فترتها جاني اتصال من مديره التنميه المشاريع الصغيره، سالتني المديره انه بنان انت سبق وشاركتي معنا بمهرجان الزهور، صار بال 2010 بحديقه الباسل بطرطوس، شاركتي معنا بمواد غذائية؟ قلت لها أنا شاركت بالخيزران والإكسسوار وقطع إعادة التدوير. طبعا بنفس الوقت كان المشارك معي سبق قبل بمعرض يعني من السويدة، شاركت خل التفاح كمساعدة يعني ثلاث كرات، يعني بعت له يعني بعت له حقه. طبعا هون طلبت مني مديرة التنمية إني شوف له في اذا في ستات بيوت بيشتغلوا بالمواد الغذائيه. نحن كونه بالضيعه كانت مقتوله العاده، ما نحن بنعتمد بنجيب وانتنا من مدينه السلاميه بنجيب الموني كلها. فبلشتوا تفكروا بحلول بقى. انا نزلت على صفحتي على الفيس انه اي ربه منزل بتشتغل بالمواد الغذائيه انها تتواصل معي. طبعا انا بحكم شغلي كوني حرفيه وكوني عندي ناس كثير اصدقاء كثير هون صارت تتواصل معي، عجبتني الفكره كثير وتشكروني على المبادره. قلت انا واسطه خير بينكم وبين المحافظه، ما لها علاقه. طبعا بعد ما كونت عدد من الاسماء وبعثت لياهم، كان هون سكر الكتاب، ما راح محل في الحظ الكل يروح اسمهم يعني على المحافظه، كان في بقي عدد يعني. طبعا انا هون شعرت بتانيب الضمير انه انا وعدتهم اني ساعدين وما في شو بدي اعمل، كيف بدي اروج لهم اعمالهم يعني بعد ما تعرفت انه كل سيده بتشتغل بمجال الخاص يعني. هون طلعت بفكره، قلت كوني انا عندي صفحه خاصه لاعمالي على الفيس، وكوني في عندي ناس كثير بحكم معارضي ومهرجانات اللي بشارك فيها تابعتني، ليش انا ما بعمل جروب على الانترنت بسميه مثلا سوق ضيعتنا، بروج فيه للاعمال للسيدات اني بروج لهم اعمالهم ومنهم بساعدهم يعني بالنسبه لوضعهم يعني. والحمد لله انه الحمد لله يعني نجحت كثير، بلشت الفكره الحمد لله فينا نقول. الحمد لله. طيب خلينا نشوف كمان اليوم عندك شوي من نماذج شغلك. هلا هذا فينا نقول بالشتاء بالصيف بيختلف مثل الايام هذه كمان اي مثل لابستيا. هلا هذا فينا نقول شتوي، الناس بتحبه كثير، موض للصبايا، الوان مختلفه وحتى المواد المصنوع منها مختلفه. هذا الشيء بس بتعمليه بالشتاء ولا لا بتطوري هذا الموضوع؟ ممكن تعملي من اول ما ببلش الشتوي ببلش بشتغل هيك شغلات، لانه بكره بصير عندي معارض بالشتويه او اذا شاركت فتحنا السوق مثلا
بحط أعمالي فيه وبروج أعمالي. دائما هيك بالظروف الاقتصادية، وانت بدأتي حديثك بموضوع الظروف الاقتصادية، السيدة السورية بتفكر بموضوع التوفير او كيف هي ممكن تدور الموارد يلي موجودة عندها. قديش اليوم إعادة التدوير والأعمال اليدوية هي أخذة حيز من ضمن مشروعك؟ طبعا هالشغلة كتير تطورت، وفي ستات كتير عم تشتغل، بالأخص بعد أنا ما بلشت بهذا السوق صار في ناس كتير كمان ستات بيوت عم تشتغل ضمن المنزل بالمواد الغذائية وأي شيء، لحتى بس أنا لتدبر مثلا لقمة عيشة يعني اللي كان إلا ولا أهل بيتها يعني. كتير تطورت يعني. طيب إعادة التدوير كيف تطور يعني؟ كيف بإعادة التدوير دائما متعودين على الست مثلا ممكن قطعة يعني منزوعة تضبطها بقطعة تانية أو تحولها لشيء تاني، فخلينا نحكي اليوم نحن كيف قدرتوا تطوروا كمان هاي المهارات يعني اللي عندكم؟ من خلال أنا الحمد لله كوني بشتغل خيزران. خيزران يعني فن بحد ذاته يعني. الخيزران والإكسسوارات أنا تعلمت مثلا أنا ما حبيت ما بحب أني كبشة يعني. أنا أي قطعة عندي كانت مثلا قنية علبة غري خلينا نقول بتكون فاضية. أنا أول ما بلشت بالمعارض كنت العلب الغري اللي يجيبها مشان الخيزران أنا كنت أعبيها وحط لها ورد وبيوم عملها مثل سلة ورد يعني. حلو. ما كنت أنا والله فرط فيها يعني. وهلا عم وأنت عم تحكي عم نشوف صور من شغلك، كمان بتشتغلي بالإكسسوارات. أيوة. شو الأكثر شيء بلشتي فيه؟ هلا مثلا اللي شايفينهم إذا فينا ناخذ منهم هلا رح نشوف منهم على كمان على الشاشة، يعني موديلات متعددة فينا. هيك يمكن أقرب لك إذا فيك تاخديهم. في مثل هذا اللون مثلا، خلينا نحكي عن هذا اللون بالزيت. أنا بال 2018 شاركت بمهرجان اسمه مهرجان فنون اليوبيل صار بمدينة السلمية. طبعا كنا مع فرقة تكات. هي شاركت بالغناء، تأهلت على مستوى العالم. أنا شاركت بالعمل اليدوي، أنا تأهلت على مستوى سوريا. حلو. بالعمل اليدوي. طيب اليوم هذا الشيء كثير مهم انه يكون كل سيده عندها ولو مشروع صغير. أكيد. مو بس انه هي تساعد نفسها فيه، يعني انه احنا شايفين انت عملتي مساعده لاكثر من حدا بالضيعه جنبك. هذا بينبع من اليوم من المسؤوليه المجتمعيه اللي على كل واحد فينا. قديش شفتي هذا السوق كان مجال لعدد كبير؟ كم شخص بلشتوا هلا؟ كم شخص صار موجود معكم في السوق؟ كثير اكثر 4000. في كثير عدد كبير. ايه. واغلب المنتجات اللي موجوده شو موجوده؟ كلها تلق حاليا مواد غذائيه مثل السماق، دبس رمان، الزعتر. في كمان انواع من الزعتر، زعتر وفي كمان اجبان والبان. في كثير الحمد لله. طيب خلينا نحكي اليوم في معارض هيك عم تحضروا لها جديده او نشاطات اليوم لتروجوا منتجاتكم اكثر؟ بصراحه انه بالهلق حاليا انه في معرض دعونا نقابه الحرفيين معرض للهند. بس لسه ماني مأكده يعني، انا مجهزه حالي. ما بعرف، بدنا نسال عن الموضوع التذكره ان شاء الله يا رب هيك بتوصلوا وبتنتشروا اكثر وبتوصل كل اليوم المنتوجات الحلوه اللي عم تسووها مسموعه اكيد بحب وشغف لكل الناس. اليوم رساله منك لكل سيده سوريه، شو بتحبي تقولي؟ طبعا انا بشجع وبحمس كل سيده سوريه انها تشتغل كان اي مجال، كان الاعمال اليدويه، كان المواد الغذائيه، انها تطور شغلها وتعتمد على نفسها خاصه بهالظروف الصعبه اللي وصلنا لها يعني. وبحب اني نوه انه هلا كمان انه في فكره جديده، فتحنا سوق بطرطوس، سوق جديد. طبعا لسه ما بلشنا يعني، ان شاء الله من هلا بدايه الشهر. نحن مجموعه تشاركيه، نحن 11 شخص، وفي امل ان شاء الله لقدام يمكن نصير 30 شخص انه مع التقدم يعني. ان شاء الله كل واحد عنده مشروع الخاص. كل واحد عنده مشروع الخاص مشارك بهذا خلال هذا السوق، وان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله. طبعا هذا بيعتمد انه يكون فرع ثاني لسوق ضيعتنا، لانه انا اللي عندي كل عملاء بطرطوس. صحيح. عرفتي كيف؟ وكوني ساكنه بالريف بيصيروا بيجاخذوا من عندي من السوق ان شاء الله. ودائما هي المشاريع نحن بنحب نسلط الضوء عليها لانه هي فعلا مهمه نرمين، وبيظل هي الظروف. صحيح. الصعبه هي ضروري تكون موجوده، والسيدات السوريات ابدعوا حقيقه بابتكار افكار ومشاريع لحتى يساعدوا نفسهم ويساعدوا غيرهم. بدنا نتشكرك كثير على وجودك تسلمي. معنا تسلمي. وانا بتشكركم كثير كثير. شكرا لكم. اهلا وسهلا فيك. نحن كنا سعيدين اليوم انه قدرنا من خلالك نضوي على مجموعه من الاعمال لسيدات سوريات.
من هالمره كنتوا من طرطوس وان شاء الله من باقي المحافظات السوريه. تسلمي الله يخليك. اهلا وسهلا فيك. تسلمي. شكرا لك. اما هلا نرمين رح نروح لمحطتنا التاليه، وتعتبر متحفا مفتوحا من اهم المواقع الاثريه في السويداء بلده شقة، ومعلومات رح نتعرف على ابرزها بالتقرير التالي. بلده شقة تعتبر من اهم المواقع الاثريه في السويداء، تقع شمال شرق محافظه السويداء على ارتفاع قدر ب 1200 متر عن سطح البحر. تعددت اسماؤها على مر العصور، حيث أطلق عليها الرومان اسم ماكسيمان بوليس وسميت بسكايا في العهد اليوناني. دخلت البلدة التاريخ لكونها كانت عاصمة منطقة السكة في زمن السفسطائيين، وكان لها حق صك النقود باسمها ومقر لثكنة عسكرية رومانية أوكل إليها الدفاع عن حدود الجبل الشمالي الشرقي. ونسبة للنقوش التي وجدت على أثرها فقد كان لها تاريخ ينسب إلى التاريخ الشقاوي. أبرز الأوابد الأثرية في بلدة شقة سكايا، متحف غني بالآثار من أبرزها القيصرية، وسميت بذلك نسبة للقب القيصر، وهي كسرايا الدفاع حيث كان يسكنها الحاكم، وبنيت في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد بالعصر البيزنطي. ألحق بها عدة قاعات وعليها نقش للصليب على أحد الأسقف المضافة. الدير يقع شرقي البلدة، وبني إبان تواجد الرومانيين بالمنطقة، ولم يبقى منها سوى برجين يعودان للقرن الخامس الميلادي، وتقع الكنيسة في الجزء الشمالي منه، وصنفت بأنها أكبر كنيسة في ذلك العصر، وهي كنيسة يصل ارتفاعها إلى 22 متر. بنيت على أنقاض معبد في أواخر القرن الثاني الميلادي ومطلع الثالث، وفيها محرابان على جانبيه. هي على عظمة الأديرة والكنائس المنتشرة فيها تعتبر مقراً مهماً للديانة المسيحية، وكذلك المدافن وأشهرها المثمن، والتي كانت الأولى من نوعها بالدفن تحت الأرض لضمان عدم انتشار روائح كريهة للجثث، إضافة لاحتوائها على مسرح أثري والعديد من المعالم الأثرية الأخرى. تمتلك بلدة شقة مساحة من الأراضي الصالحة للزراعة، والتي تقدر بثلاثين ألف دونم، تصلح لزراعة الحمص والعدس وبعض الأشجار المثمرة كالتفاح والكرز ودوالي العنب. عروس جميلة منها يفوح عبق الماضي، وكتاب قيم يروي القصص التاريخية لجمال بلادنا وبلدتنا شقة. ووصلنا سلمى لمساحتنا الطبية لليوم. رح نحكي عن مشكلة بيعانوا منها كثير من الأشخاص، وبتسبب لهم يمكن بعض الإحراج، وهي مشكلة اصفرار الأسنان يلي بيكون إلى العديد من الأسباب، ودائما نسأل سلمى شو الحل. صحيح نرمين، الحلول يمكن في ناس دغري بيروحوا على الحل التجميلي، انه خلينا نركب مثلا عدسات لاصقه للاسنان، خلينا نركب فينير، خلينا نعمل اي حل ثاني لانه اسناننا ما عم تبيض. ولكن الحقيقه هل فعلا كل مشكله اصفرار اسنان ممكن نعالجها بهي الحلول التجميليه او لا؟ كل هاي التفاصيل وغيرها رح نسال عنها اليوم ضيفنا بالاستوديو عماد الدين ايوبي، اختصاصي في طب الاسنان، ونعرف الاجابات. صباح الخير دكتور عماد، اهلا وسهلا فيك. يا عميد اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. هلا لما نحكي عن مشكله اصفرار الاسنان كلياتنا بنعاني من هي المشكله، ولكن بدرجات متفاوته. ايمت بتكون مشكله اصفرار الاسنان هي مشكله بدها حل؟ تمام. هلا بداية خلينا نوسع الموضوع شوي، مو اصفرار الاسنان، خلينا نحكي تلون الاسنان بشكل عام، لانه ممكن يكون اصفرار الاسنان في بعض الحالات لا بتكون على لون اسود او بني. صحيح. هلا هي كمشكله يعني في دراسه اجريت لقوا انه عدم رضا المرضى عن اسنانهم عن لون اسنانهم كانت تقريبا وصلت ل 90%، بينما كان عدم رضاهم عن شكل الاسنان رغم انه كان في مشاكل واضحه يعني كانت وصلت تقريبا لل 50%. يعني مريض صفيت اسنانه فيها كثير مشاكل بس لونه في مشكله، ليش؟ لانه ممكن ارتصاف الاسنان ما ينتبه له مثلا غير اللي بدقق او الكبير، بينما الالوان انتم بتعرفوا كمان اكثر يعني تماما فرق اللون كثير مهم عندنا. صحيح. لهيك المشكله ممكن تكون متفاوته بين شخص والثاني لعده عوامل،
أول شيء لدرجة اللون، ثاني شيء لاهتمام أو حساسية المريض وتدقيقه على اللون. هلأ شو أسباب أنه اصفرار الأسنان؟ في عنا كثير أسباب، في عنا شيء طبيعي، في عنا شيء مع تقدم العمر، وفي عنا شيء لا، في عنا مشاكل سواء مكتسبة أو مشاكل نتيجة عادات أنه نساوية. كمشكلة قلتي عند الكل تقريبا هي موجودة عند الكل صح، انه اللون دائما الواحد بيطمح للشيء الاجمل والشيء الاحلى والشيء اللي بيجذب اكثر. ما هي الفكره عفوا دكتور انه الفكره اليوم عن اللون المثالي للاسنان، يعني احنا طبيعه السن هي مانا ناصع البياض ناصع، تمام. وهو ابيض يعني بس خفيف، ما هو له ابيض الصراحه، هو لون عاجي سكري. أيوه. عاجي تمام، هو لون عاجي بياخذ اللون صحيح. من المينا ومن طبقه العاج اللي موجوده تحتها. لون العاج تقريبا هو اصفر، لون المينا تقريبا شفاف، بيعطينا هذا اللون العاجي اللي كتير حلو. يعني وهو اللي كتير بننصح مرضانا لما يجوا لعنا انه ايه خذوا هذا اللون الفاتح الحلو العاجي، بس اللي فيه هلا مثل ما حكيت دام سلمى انه بالنسبه للفينير او كتير في منهم انه بدنا اللون الابيض. انه اوكي ماشي بدك طيب. لون فاتح ماشي، بس هود في شويه صفار، ما في حدا انه سنه ابيض ابيض صحيح. وهون بدي اسالك صفار. دكتور هلا نحن ما عندنا طريقه لنعالج هي المشكله تلون الاسنان او اصفرار الاسنان الا هي الحلول التجميليه، انه انا اركب شيء مثل عدسات او فينير ولا لا في حلول اخرى صارت موجوده؟ هلا نحن بالنسبه للعدسات او حتى التيجان سواء كان زيركون او ايماكس او اللي هو، هي بنعتبرها حلول بنسميها اجريسيف، يعني حلول هجوميه. انه انت عمليا عم تحضري من الاسنان، عم تاخذي من النسج السنيه، ممكن تضطري انك تستأصلي اللب. لهيك لا، في حلول كثير ممكن تكون ابسط وكثير ممكن حتى تكون اجمل. اللي هي اكثر حل شائع عندنا هو التبييض، او ما ممكن مفهوم التبييض يكون خطا اذا ان كلمه تبييض هي عمليا تنظيف السن. نحن الهدف من عمليه اللي متعارف عليها انه تبييض انه نرجع لون السن الطبيعي. يعني السن فيه له مسامات، يعني اذا بدنا نبسط الفكره مسامات مثل الجلد، هالمسامات نتيجه الاغذيه اللي عم ناكلها، نتيجه الملونات، نتيجه الارجيله، ممكن انه تندخل داخل مسامات السن وتتجمع جواته، لهيك بتعطينا هالمنظر الكامل للسن او الكامل. احنا الهدف من العمليه اللي بنساويها انه هالمواد ندخل لجوات السن، نفتت هالمواد، نرجع السن للونه الاساسي الطبيعي. تمام. وكفاعليه طبعا في طرق مختلفه هلا ممكن انه نحكي عنها، بس كفاعليه غالبا اذا كان التشخيص صح بتكون فعاله بنسبه كثير كبيره. طيب خلينا كونه ذكرت موضوع الطرق، خلينا نحكي اليوم عن الطرق اللي بتساعدنا لازاله هي الطبقه. هلا نحن اول برجع بك ما عم نزيل اي طبقه، هي الفكره، هي بتختلف عن بنقول بالعامي انه شلنا الطبقه الصفراء، هيك يعني احنا نحكي بمصطلح الشائع بين الناس. تمام. كثير بيسالونا انه ممكن انه ازينا السن او شيء، لا نحن عمليا اللي عم نساوي عم نفوت جوات بنيه السن، عم نفتت المواد الاصبغه والمواد الملونه ونرجع للون الطبيعي. هلا في عنا عده طرق، هن بشكل عام اذا بدنا نلخصهم هي عمليا طريقه واحده، ولكن الوقت اللي بيختلف. يعني نحن عم نطبق ماده على سطح السن، بتحرر ماده اللي هي غالبا بتكون الاكسجين، بتفوت وبتفتت، شلون دعايات تبع مساحيق الغسيل نفس المبدا، بتفوت لجوا بتفتت هي الاصبغه وبترجع للون السن للون الطبيعي. ممكن هالشيء نعمله خلال فتره قصيره بالعياده، هذا هو المتعارف عليه التبييض الليزري، في له عده اجهزه، وممكن يكون التبييض المنزلي اللي عن طريق الاوالي. هلا اذا اجيتي لي شو بنصح؟ طبعا بنصح بالتبييض المنزلي. ليه؟ لانه مثل ما حكينا هي عمليا نفس المواد، الشيء اللي بيفرق هو تركيز المادة باعتبار عم نطبقها لفترة أقصر. هي كثير مرضى بيجوا لعنا في عندهم بالأصل حساسية أو مؤهبين للحساسية، أو بنفحصهم بنلاقي في عندهم مثلا عند عنق السن في انكشاف، ما بننصحهم بالتبييض الليزري، بنبعد عنه. بشكل عام ما بننصح فيه غير إذا شيء حدا مستعجل، يعني مثلا عروس ثاني يوم عرسها، إيه ماشي، في حدا بده يسافر مضطر، يعني كثير ممكن. أما دائما إذا بنستعمل التبييض المنزلي اللي هو عبارة عن قوالب تنعمل تماما على قياس المريض، بحيث قياس فم المريض بتطبق داخل المادة بالليل لفترة بتتراوح بين أسبوع لثلاث أسابيع، بتركيز يكون تركيز مدروس، تركيز منخفض، يعني بين 10-20%، ما يكون تركيز كبير، يساوي لنا نتيجه سريعه بس ممكن يساوي حساسيه، وحساسيه ممكن تدوم لفتره طويله. طيب دكتور، يعني كمان في من الاخطاء الشائعه اللي بنسمع عنها اللي هي الناس بتقرا على الانترنت شو موجود وصفات وبتحاول انه تشتغل عليها، مثل الفحم، قشر الموز، الليمون وغيرها من الخلطات، بيكنج باودر مع فريز، ما بعرف شو هاي الخلطات اللي عم يعملوها، قديش ممكن يكون لها تأثير سلبي بدل ما يكون لها تأثير إيجابي؟ والله أنا هدول المواضيع يعني من المواضيع اللي بتستفزني، لهيك إنه بفوت على النت وببحث عنه. من كم يوم هيك فتيت وشفت شيء يعني عجب العجاب. شو آخر طريقة اخترعوها؟
يعني نحن عندنا مثلا نحن مو ضد انه نرجع للطبيعه ونستعمل مواد طبيعيه. حتى هون كليه طب الاسنان في كثير ابحاث عم نساويها على مواد مثلا زيت الزيتون، البروبليس، مواد ثانيه اللي ممكن نستعملها لاستعمالات مختلفه. بينما بس شو عم نساوي ابحاث لعشرات السنين لحتى نعتمدها. اما هدول الوصفات تبع ام سعيد الرز وهدول القصص وانه شو ما هي، لا هي اكيد لا. يعني كمثال طرحتي مثلا الفحم، لما عم نستعمله صح ممكن يعطينا نتيجه بياض مباشر خلال دغري الواحد فرش اسنانه فيه او دهن فيه، بس شو الشيء اللي عم يعمله عمليا؟ الشيء اللي عم يساوي عم يساوي سطح المينا اللي هو ناعم عم يساوي خشن، والسطح الخشن مثل ما بنعرف بيجمع اصبغه اكثر غير لما يكون سطح ناعم ما بيجمع عليه. لهيك في كثير مرضى انه دكتور نحن بيضنا اسناننا بعدين صارت اغمق من اول بعد شهر وما عاد بيضت معنا. ايه شلون بيضتيها؟ والله جارتي سلفتي بنت حماية قالت لي على مثلا الفحم. لهيك انه لا اي شيء بتقروا لا انه يعني ما له مثبت لا ما بنعتمد عليه. على الاقل على الاقل انه اسالوا دكاترة الاسنان صحيح. قبل ما ممكن يقولوا لكم ايه ممكن لا، بس انه من عنا لا غلط. طيب يعني لننهي هذا الموضوع، دائما الاشخاص بيميلوا للشيء الطبيعي وبيستهويهم، وخصوصا لما نقول مواد طبيعيه فهون نحن ما عم نحكي تكلفه، وهذا الشيء اللي بيخافوا منه الناس بموضوع زياره طبيب الاسنان. ما في اليوم ولا اي وصفه فينا نقول طبيه طبيعيه ممكن بالبيت الواحد يعملها مع عدد تفريش الاسنان تخفف تراكم المسببات يلي هي قلبت اللون شوي للون اصفر او حتى لون داكن. هلا اللي بيهمه انه لون اسنانه، الوصفه الطبيعيه الانسب له هي يهتم تفريش اسنانه يبعد عن المواد اللي ممكن تصبغ. يعني مثلا الدخان كثير بيجينا مرضى بيدخنوا كثير وبيقربلوا كثير بعدين بيقولوا لك بدنا اسناننا يضل لونهم ابيض. طيب ماشي ما شلون؟ ما محافظتهم على التدخين تمام يعني يا هيك يا هيك، اما بدك التنتين لا ما بيمشي الحال. لهيك انه كوصفه كماده إنه هو المبدا كثير دقيق، مبدا انه الماده لازم تكون ماده تحرر اللي هو الاكسجين الفعال، الماده الفعاله، وتندخل ضمن اللي بنسميه المواشير المينائيه وتفتت هالشيء. يعني حتى لهيك هي الماده اذا كان تركيزها عالي، نحن بالمواد الطبيعيه ما بتحسني تضبطي تركيزها نهائيا ولا بتحسني تضبطي انه ما لها تاثيرات جانبيه ثانيه. لهيك هي مواد مدروسه بتركيز معين بطريقه تطبيق معينه. يعني حتى هالماده قلت القوالب لازم تكون طابقه 100% على السن، اذا ما كانت طابقه اجت على اللثه ممكن تساوي تخريش للثه. طبعا غالبا بيزول، بس اذا كان في مشكله باللثه او لثه رقيقه ممكن لا ما يزول، ممكن يصير في حساسيه دائمه اذا اذى اللثه. لهيك اي طريقه طبيعيه للوقت الحالي لا ما في نهائيا. طيب دكتور هلا كمان صرنا يعني حكينا اغلب شيء انه شو ممكن ما نساوي وشو الحلول اللي ضمن المستطاع قبل ما نوصل للحلول التجميليه، شو هي الدرجه اللي بتقول لا هذا السن ما بينضف بالتبييض او ما بيروح الاصفرار بالتبييض ولا حتى الليزري، نحن بحاجه لمعاوده هذا الموضوع بحل تجميلي؟ سؤال كثير حلو. هلا في عنا مثلا العمر كثير بيلعب دور، يعني في مرضى مثلا بيجوا لعنا بعمر 50 او 60 سنه مع الوقت تكون الطبقات خلص طبقه المينا عنيده يعني جدا. قد ما حاولت بقول لها انت ما حتستفيدي على التبييض، لو هيك يعني حتتعذبي وحتتكلفي وما حتستفيدي. اذا الموضوع كثير انه زعجك حتما مالك غير تلجئي للفينار فينيرات او التيجان. في حالات ثانيه مثل ما قلت في تلونات بتكون عميقه، يعني مثلا ادويه اخذينها مثل التتراسايكلين او الدكسوسايكلين هدول بيخلوا يصير في عندنا تلون عميق ضمن السن. هيك حاله التبييض كمان ما حيفيد، يفترض نلجا للخيارات التجميليه. احيانا الاسنان اللي مسحوب عصبها او مستأصله اللب هي بيغمق لونها، كمان هي لو عملنا لها تبييض سواء كان خارجي او داخلي كمان حيضل غامق. في مرضى بيجوا مثلا في عندهم نخور كثير كل سنه عليه نخر من هالجهه ومن هالجهه، هيك حاله اذا بيضتيهم ما حيبيضوا الحشوات ما حيبيضوا او حيصير في عندنا مشاكل، لهيك كمان بنلجا. يعني في عندنا حالات كثير ممكن انه نضطر نلجا، بس الحالات اللي بيكون في عندنا الاسنان سليمه حالات طبيعيه بنحاول قدر الامكان انه نلجا للطرق المحافظه اللي قلنا اللي ما فيها هدر او تضحيه ب نسج الاسنان. طيب بالختام خلينا هيك نقدم نصائح لكل الناس اللي حابين يوصلوا لدرجه من البياض للاسنان او اي موضوع او نقطه بتحب تنوه عليها ونحن ما ذكرناها ضمن هذا السياق. هلا نصيحه لهم انه اذا بدكم بياض اسنان بدون يفترض اول شيء نتبع العادات الصحيه الصح من ناحيه تفريش الاسنان، من ناحيه التخفيف من الملونات، من ناحيه عدم اللجوء للطرق اللي ما حكيناها اللي منتشره على وسائل التواصل الاجتماعي. هي اول نقطه. ثاني نقطه المراجعه الدوريه،
مراجعة دورية لطبيب الأسنان هي كتير مهمة، وللأسف وهلأ ضمن الأوضاع الحالية عم يصير في تقصير كتير منها. ما في خسارة أبداً إنك تراجع طبيب تشوف إذا في عندك مشاكل حبيت تسويها بعدين أو لا، هي بترجع لها، بس إنه تراجع لحتى تلحق المشكلة من بدايتها. أكيد. بالختام نشكرك دكتور عماد الدين أيوبي على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ونتمنى أكيد دائماً الابتسامة الحلوة تنور وجوه كل الناس. إن شاء شكراً الله. لك. تسلم يا رب يا عمي، أهلا وسهلا. شكراً كثير دكتور وأهلا وسهلا فيك. عفواً الله يخليك يا رب. سلمى، ووصلنا لمساحتنا الأخيرة لليوم. يعني دائما بصباحاتنا بيكون معنا ضيوف، بنحكي اليوم عن أهمية التشبيك بين الجامعات وبين سوق العمل. كتير أشخاص بيكون عندهم مهارات بس ما بيعرفوا يسوقوا لحالهم أو ما بيقدروا يحصلوا على فرصة العمل اللي بتناسبهم. صحيح نرمين، ويمكن لهذا الشيء العمل على تطوير المهارات والسي في وكيف ممكن يتقدم وكيف أنا ممكن روح أقدم نفسي لأي مكان بدي أشتغل فيه، هو أهم شيء يمكن ببداية حياة المهنية لأي شخص راغب بأنه يتوظف بأي مكان. لهيك سعت وكالة دؤوب للتوظيف أنه تسعى لتحقيق هذا الموضوع بين الباحثين ونشر فرص العمل. أيضا رح نحكي أكثر كيف ممكن يتحقق هذا الشيء ومعلومات مع ضيوفنا لليوم بالاستوديو، سالي اسماعيل مؤسسة وكالة دؤوب للتوظيف، وزياد جدعان مدير التطوير والتأهيل ضمن الوكالة. اهلا وسهلا ويسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. رح نبلش معك مدام سالي ونحكي اليوم عن فكرة دؤوب، كيف بلشت وايمت بلشت؟ دؤوب هي فكرة ما كانت سورية، نحن كنا مقيمين خارج سوريا فحبينا ننقل فكر وكالات التوظيف بشكل حقيقي لسوريا. إيجاد هذا الفكر كان أول مشروع لنا بنهاية السنة الماضية بالسنة 21 بتوظيف 124 موظف لأكبر سلسلة مطاعم بدبي. هو هي كانت بداية المشوار تبعنا، كان هذا التوظيف مدفوع التكاليف بشكل كامل، الشباب ما دفعوا نهائيا ولا شيء، ما كان فقط اللي كلفهم هو فحص البي سي آر تبعهم. من بعد منا خلال فترة المقابلات اللي سويناها، كانت المقابلات أكثر من 2000 مقابلة اللي قدرنا نختار هدول الأشخاص، اكتشفنا أنه في هو كتير كبيرة بين الشباب الباحث عن العمل وبين فرص العمل الحقيقية. فبوقت منا قررنا أنه لا، لازم نساعد الشباب بشكل حقيقي وبشكل على الواقع بالأرض بشكل مظبوط. لهيك قمنا بفكرة إنشاء وكالة دؤوب للتوظيف. يعني شيء كتير مهم، ولهيك اليوم كمان بدي أسأل حضرتك أستاذ زياد، يعني قطاعات كبيرة اليوم يتضمنها سوق العمل، ما عادت فقط القطاعات القديمة التقليدية اللي الناس متعودة عليها، وبالتالي خلق روح تنافسية جديدة وعرض وطلب جديد بين المتقدمين وأرباب العمل. شو أهم القطاعات اللي اشتغلتوا عليها ضمن وكالة دؤوب؟ هلا نحن فعلياً اشتغلنا على كافة القطاعات، بس أهم القطاعات اللي اشتغلنا عليها هي القطاعات الصناعية التجارية والصناعات والقطاعات المهنية، بحيث أنه نقدر نجهز أو يكون نساعد الشباب لحتى يكونوا جاهزين أنهم يدخلوا بقطاع العمل ويكونوا عنصر فعال بمجال العمل. سالي، اليوم لما نحكي عن فكرة دؤوب، أنتوا لينك صلة وصل اليوم بين أصحاب العمل وبين الأشخاص الباحثين عن العمل، خلينا نحكي هيك ونوضح أكثر للمشاهدين عن آلية عملكم، كيف عم تكون؟ هلا نحن آلية عملنا هي مقسومة لشقين، الشق الأول هي شق طالب العمل، والشق الثاني هو شق صاحب العمل أو أرباب العمل فينا نقولهم. بالنسبة لطالبين العمل الباحثين عن فرص العمل، بيقدموا السي في تون عن طريق الموقع تبعنا بشكل تقليدي بشكل عادي، وما في داعي للتقديم لأكثر من مرة واحدة كافية، لأنه نحن في عنا سيستم داخلي بالويب سايت، لأنه بنقدر أنه نفلتر السيفيات من جوا، بنقدر أنه نختار بناء اكزاكتلي نفس الفرصة اللي معروضة، فمرة واحدة هي كافية للتقديم للموقع. هي بالنسبة للباحثين عن العمل، إضافة لأنه نحن أوريدي بننشر فرص العمل اللي موجودة بشكل كامل على التواصل الاجتماعي، على صفحات التواصل الاجتماعي. هلا بالنسبه للشركات، الآلية جدا مختلفه عن ما هو مطروح بالسوق السوري. مجرد ما خبرتنا الشركه انه هن بدهم موظفين، نحن بنتابع مع هاي الشركه، بناخذ منهم بالضبط شو المهارات والكفاءات اللي بدهم اياها من هذا البوزيشن، من هذا الموظف.
بيتم البحث عن الموظف يكون مطابق بالضبط للشركة هي مثل ما طالبة. بالنسبة فينا نقول البوزيشنز البسيطة أو للعمال فهو بيكون عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وما في يعني انه سهل ايجادهم او نحن شبكنا مع منظمات ومع جمعيات بالنسبه للطبقه العامله بالمصانع والمعامل. هلا بالنسبه للطبقات السينيورز او اللي هن الخبره نحن ما بنتجه فقط لموضوع الاعلان، نحن بنعمل شيء اسمه الهيد هانتنج اللي هو اصطياد الخبرات، بنوصل الشخص نحن بنلحقه بنوصل له بنشوفه وينه بنخبره على الاوفر تبع الشركه، بس ما لقينا الأشخاص المناسبين المؤهلين لهدول البوزيشنز بيكون عندهم مقابلة أولى عنا نحن بالوكالة. ما بيتم ترشيح أي شاب أو صبية من وكالة دؤوب للتوظيف إلا ما يكونوا عاملين مقابلة شخصية معنا نحن بالوكالة لنتأكد أنهم هن يكونوا جاهزين لهي الفرصة، بعدين بيتحولوا للمقابلة الثانية بالشركة. طيب هذا الشيء كتير مهم، واليوم كمان نحن عم نحكي يعني بهذا الوقت كتير بيكون في عند طلاب الجامعات نفسهم رغبة بأنه يا ريت يكون في برامج معينة تبلش مع طلاب الجامعات، أنه أنت كيف ممكن تلاقي فرصة عمل ضمن هالإمكانيات. هلأ في طلاب صاروا يعملوا دورات وهنين عم يدرسوا لأنه بنعرف معضلة الخبرة وأنت لسه خريج جديد، ففي منهم صار يلحق نفسه يعمل دورات وهو عم يدرس، في منهم ما بيلحق، فكيف حليتوا هذا الموضوع؟ هيدا الموضوع نحن حليناه بطريقة مبتكرة صراحة. تم التنسيق مع أهم الخبرات اللي موجودة، الخبرات السورية بس الخبرات المهنية، مو الخبرات يعني خبرات علمية إضافة لأنها تكون مهنية بالشكل الأساسي، إن كانوا داخل سوريا ولا إن كانوا خارجها. عم نأمن هلأ منح تدريبية لهدول الطلاب ليكونوا جاهزين لدخولهم لسوق العمل من أصحاب المهنة والخبرة. هلا لانه في عندنا نحن فجوه كثير كبيره بقطاع العمل تماما، في عندنا فجوه كثير كبيره، نقص بالكفاءات وبالمهارات اللي موجوده، يا عندنا فريش جراجويتد يا اما في عندي توب سينيورز، ما في عندي اللي هن ان بتوين. فلهذا الشيء نحن حاولنا انه ننسق معهم، وبشكر كل الفريق يلي هن دعمونا صراحه وهن من اهم الخبرات السوريه. حنقدم منح لهدول الطلاب ليكونوا جاهزين لدخولهم لسوق العمل بشكل حقيقي. من المنح التدريبية خلينا ننتقل لموضوع تاني عم تشتغل عليه، هو عم تشتغلوا مع أكاديميين بشكل مباشر ضمن الجامعة، خلينا نحكي أكثر عن هي النقطة. تمام. هلا نحن تم التنسيق ما بين وكالة دؤوب للتوظيف وما بين أكثر من جهة تدريبية وأكاديمية، بحيث إنه مثل ما تفضلت مدام سالي نقدر نقدم لهم منح ليكونوا جاهزين لا يدخلوا لسوق العمل بطريقة قوية، وبنفس الوقت قمنا كمان بالتنسيق مع أكثر من جهة تمويلية بحيث أنه نقدر ندعم الشباب بموضوع الأمور التموينية، مثلا مثل الشباب بجامعة همك مثلا في عندهم المشاريع التخرج تبعهم بيبقوا بيتطلب انه يندعم الطالب لحتى يقدر يساوي المشروع التخرج تبعه، او حتى على نطاق انه في بعض الشباب بتطلب دراستهم انه يكون في عندهم لابتوب او يكون في عندهم اشياء معينه لتساعدهم بالدراسه تبعهم. فنحن امننا موضوع المنح، خلينا نقول ما هي منح، هي تسهيلات تموينية بحيث أنه بدفعات بسيطة للطلاب، بحيث أنه حتى ندعمهم هن أثناء الدراسة ليكونوا جاهزين ليدخلوا بخضم العمل ويكونوا جاهزين خلينا نقول أكاديميا، وبالإضافة لأنه يكون في عندهم الإكسبيرينس أو الخبرة المطلوبة ليقدروا يبتدوا بمجال العمل بشكل جيد. كمان يعني يمكن من الملفت انه انتم مو بس تواصل مثل ما قلتوا داخلي حتى خارجي، يعني بظل هي الظروف في كثير للاسف شباب بحثوا على الانترنت على وظائف عمل، طلعوا لبرا، طلعت الوظيفه ما انا موجوده او ما انا مثل ما يتم الاتفاق عليها، للاسف بيوقعوا بفخ الغربه مثل ما بنقول. هل بيتم تواصل مع الاطراف الخارجيه او الشركات فانتم ممكن تامنوا
حتى فرصة العمل الخارجية أن تكون برعاية بحيث يطلع مؤمن؟ هلأ هذا الهدف اللي كتير مهم هو بالنسبة لوكالة دؤوب، لأنه بحكم أنه نحن كنا مغتربين كنا منشوف الشباب شو بصير فيهم لما يطلعوا. في شباب كانوا بيناموا بالطرقات لأنه هن ما لقدروا يلاقوا فرصة العمل الحقيقية، أو انخدعوا أو انتصب عليهم أنه أنا بدفع هيك أنا بلاقي لك فرصة عمل أو هيك. بناء على هذا الشيء نحن عم نتواصل مع جهات تكون جدا معروفة وأسماء كتير كبيرة لنقدر نأمن لهم، مثل ما أمننا فرصة العمل الأولى هي تكون مدفوعة التكاليف بشكل كامل. بهمنا أنه الشاب يطلع نحن عرفانين لوين رايح، منامته كيف مأمنة، راتبه يكون كافي، ظروف يلي الشروط العمل هي حقيقية 100%. هلا وبناء بعد ما فتنا بسوق العمل بشكل فعلي لقينا السوق الداخلي هو بحاجة أكبر بكتير للدعم من إنه فرص العمل الخارجية، فحاليا نحن عاملين توقف لفرص العمل الخارجية، تركيزنا الأساسي والكبير هو للداخل السوري. وإضافة لهيك عم نأمن كمان فرص للشباب بدخل عالي، هي ممكن تكون ريمونتلي اللي هو أونلاين، كمان عم بيكون دخلهم كتير منيح بس بآلية ومنهجية مختلفة كمان تماما. عم بيكون في كونتراكت بيننا وبين الشركة الموظفة وبين الموظف ليضمن حقه. الموظف ما بيبلش دوام ولو يوم واحد ما يكون راتبه محول على دؤوب، فنحن بهاي الطريقة ضامنين حق الشاب اللي عم يشتغل ريمونتلي انه انا بعرف اني بخلص شهري بيجي بيقبض راتبه من عنا، نحن من الوكالة ما بيتم التحويل عليه طبعا. فهي نحن كمان عم نحاول ندعم الشباب بكل الجهات او بكل الطرق. هي احدى مصاعب العمل اونلاين، يعني كثير بنعرف عن اشخاص ونسبه كبيره وخصوصا احنا بسوريا نتيجه العقوبات اللي عم تكون، اساس التحويل الرواتب عم تكون صعبه او شوي معقده. خليني اسالكم اليوم عن نسب التوظيف وفرص العمل يلي قدمت من خلال دؤوب. نسب التوظيف هلا نحن ما فينا نقولها كارقام بشكل فعلي، نحن السل جداد، يعني نحن فعليا بعد سنه تقريبا من نحن من بعد سنه انتلاق. هلا بعد سنه الحمد لله نحن بالنسبه لنا بنلاقيها انجاز كثير كبير انه قدرنا نحقق قريب ال 300 فرصه عمل، ان كان ريمونتلي ولا ان كان اون سايت او كان كعقود عمل خارجيه. فنحن كوكاله هذا الشيء يعني بنلاقيه انه مرضي جدا. الخطه لهي السنه هي تكون اكثر من 6000 فرصه عمل، وان شاء الله ماشيين على هي الخطوه. لهيك عم يكون في عنا برامج تدريبيه وعم بيكون في عنا منح تدريبيه، وتواصلنا مع الشركات عم بيكون بشكل كثير اكبر لنحاول انه نساعد اكبر قدر ممكن من الشباب والشركات. نعم. يعني اليوم هذا المجال استاذ زياد مجال صعب كتير ومانه سهل، ويمكن حتى انتم بعملكم في بيصير في روح تنافس بين يا ترى انا بروح لعند هي الوكاله ولا بروح لعند هي الجمعيه. بنعرف هلا حتى موضوع التوظيف صار في كتير جمعيات عم تطرح برامج، ومن فتره كان في حتى مؤتمر عملوه للتوظيف برعايه رئيس مجلس الوزراء. طيب اليوم كيف انتم قدرتوا تميزوا نفسكم وتنوجدوا بالسوق السوري ويكون فعلا فرصه العمل من عندكم حقيقيه؟ هلا نحن بحكم انه وكاله دؤوب للتوظيف هي اول وكاله توظيف مرخصه على مستوى دمشق والمنطقه الجنوبيه والثالثه على سوريا، حاولنا شوي نكون بعاد عن موضوع عن الديتيلز اللي عم يشتغلوا عليها بغير شركات اللي هن ممكن يكونوا شركات اعلانيه او بيشتغلوا بطريقه غير اللي نحن عم نشتغل فيها. نحن عم نكون توجهنا بشكل مباشر للشركات لنشبك مع الشركات اللي هي بحاجه للكوادر، بلس مساعده الشباب والكوادر يلي موجوده لنقدر انه يكونوا في تواصل بيناتهم بشكل مباشر. وهدفنا هو مساعده الشباب، فحاولنا قدر المستطاع انه ما يكون في اي نكون ما في عوائق ما يكون في عوائق بالضبط. من خلال المقابله الاولى كمان نحن هي قدرنا انه نتميز فيها بشكل كتير كبير عن كل اللي موجودين. يعني نحن هي بحكم انه نحن وكاله توظيف مرخصه، فهذا الحكي نحن في عنا فيها ميزه انه نقدر اي شاب بترشح عن طريق وكاله دؤوب للتوظيف هو بيعمل المقابله الاولى عنا نحن بالوكاله. فهذا الشيء الشركات هي صارت عم تلمسها لمس حقيقي، فصار وقت اي عمليه توظيف عم تتم لاي شركه عم نلمس منهم ايجابيه كثير كبيره.
كبيرة إنه طريقة التعامل معكم هي مختلفة تماماً عن أي طريق، فنحن عم نمشي بالكواليتي نت كوانتيتي. فهي نحن بالنسبة لأنك شيء كتير مهم إنه لا أنا بقدم كواليتي كتير بكون كتير صح، درب الشباب كتير صح، بوجههم كتير صح، وبعدين اسم دقوب لحاله بيكبر. ولو سريعاً جداً هيك نصيحة اليوم لكل الشباب يلي عم يبحثوا على فرصة عمل، حدد هدفك، عارف شو بدك بشكل حقيقي، ما تستنى لحتى انه انا اوكي بخلص جامعتي بعدين ببلش فكر شو بدي. لا، انت وعم تدرس من لما بتكون بالبكالوريا حدد هدفك، حدد طموحك، امشي على هدفك وعلى طموحك ستيب باي ستيب. بوجود الانترنت العالم مفتوح كتير، في فرص عمل بشكل كتير كبير. ما شرط انه انا داوم بعملي لاقدر اني انا احقق اني انا داوم بشركه لاقدر اني انا احقق فرصه عمل. ممكن انه اقرا، ممكن انه اشتغل عمل ريموتلي، بضيف من خبراتي وبضيف من مهاراتي. اهم شيء بالنسبه للشباب حدد شو بدك وبناء عليه انطلق. صحيح. يعني بالختام نشكركم على وجودكم معنا، ونتمنى دائما هالفرص تكون موجوده ومتوفره للجميع. شكرا كثير لكم. نحن بنشكركم كثير. شكرا كثير لكم. شكرا لاستضافتكم. بدنا نشكر وجودكم معنا لليوم. فعلا نحن مو بحاجه بس تامين فرص العمل، نحن ايضا بحاجه لنحسن واقع ظروف العمل اليوم وخصوصا بالقطاعات الخاصه، وهذا الموضوع ممكن نحكي فيه مستقبلا. شكرا كثير لوجودكم معنا. شكرا كثير لكم. يعطيكم الف عافيه يا رب. سلمى، وصلنا لختام صباحنا غير، بدي اتمنى لك باقي نهار ظريف، ولكل مشاهدينا يا رب بقيه هذا اليوم يحملكم كل تفاصيل الخير والرزق وراحه البال، والسوريين وين ما كانوا يكونوا بالف خير. اكيد تبي بالف خير نرمين، واكيد لكل مشاهدينا اللي كانوا معنا. لا تنسوا تراسلونا باي مواضيع بتهمكم تكون ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين، مثل العاده اللي ما قدر يشوفنا هلا بيشوفنا بالاعاده او بعض المقاطع الموجوده على صفحتنا على الاخباريه السوريه. ضلوا بالف خير. باي باي. باي باي.